خلينا ناخدكم لموضوع اخر. وخلاص دلوقتي العالم كله بيتجه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، زي مثلا مجال السيارات ذاتيه القياده او السيارات اللي بتعمل بدون سائق. في الامارات عايزين يشجعوا الناس على انهم يستخدموا النوع ده من السيارات من غير ما يكون عندهم قلق او خوف، فقرروا ان هم يقدموا رحلات مجانيه حول جزيرتي السعديات وياس داخل سيارات تعمل بدون سائق. لتشجيع سكان أبو ظبي على اختيار سيارات بدون سائق، قدمت الإمارات رحلات مجانية حول جزيرتي السعدات وياس داخل سيارات ذاتية القيادة من طرز عالية التقنية. وبالتعاون مع إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية، وسع مركز النقل المتكامل في الإمارات أسطوله من المركبات بدون سائق أملاً في دمجه في شبكة المواصلات الوطنية. واستغرق اختبار عملية خدمة القيادة الذاتية أكثر من عام على طرق الإمارات، وأعلن عن الخدمة لأول مرة في عام 2021، حيث إن المركبة مزودة بأجهزة استشعار وعشرة كاميرات ومسؤول عن السلامة يجلس خلف عجلة القيادة. لدينا داخل السيارة زر للطوارئ يستطيع أن يضغط عليه العميل أو مسؤول السلامة لإيقاف المركبة. صراحة تجربة حلوة ومميزة وفريدة من نوعها عن باقي التجارب، والصراحه التاكسي يعني بدون سائق يكون احسن واريح حق الاهالي. الاهالي يخافون من انه يكون في تاكسي، مثلا انا الحين اهلي وما اقول حق تاكسي قليل اخاف من الريال، فالحين يوم اركب بدون سائق عادي، امي بتكون فرحانه وبالعكس مرتاحه في البيت.